بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا دكتور محمد أبو الطيب، ألتقي بكم في سلسلة محاضراتي عن الطاقة المتجددة وتحديدا عن الطاقة الشمسية. ومحاضرة هذا اليوم هي استكمال للمحاضرتين السابقتين اللي كانت حول بطاريات الدورة العميقة الديب سايكل. محاضرة هذا اليوم ستكون حول كيفية فهمنا للديتا شيت المرفق مع كل بطارية من بطاريات الديب سايكل. في أحيان كثيرة لا يتم اللجوء إلى الديتا شيت لفهم خصائص البطارية، ويتم بدلا عن ذلك الاكتفاء بمعرفة بعض المعالم الأساسية المكتوبة أو المنشورة عنها، بينما الاستخدام الجيد يقتضي تحديد المواصفات المطلوبة والبحث عن ما يطابقها من ديتا شيت منشورة عن البطاريات المعروفة قبل الشراء. ملاحظة مهمة قبل الخوض في تفاصيل هذه المحاضرة، لابد من الإشارة إلى أنه لا علاقة لهذه المحاضرة بأي جانب دعائي أو تسويقي لأي منتج أو لأي شركة. البطاريات التي سأعرض لها في هذه المحاضرة هي مجرد أمثلة لكيفية فهم المواصفات التشغيلية لأي بطارية ديب سايكل، واختياري لها في هذا العرض لن يعني إطلاقا أي ميزة تفضيلية لها عما سواها من بطاريات في الأسواق العالمية. في العادة تضم صفحات الديتا شيت المرفقة مع كل بطارية المعلومات الأساسية لها، فمثلا نرى في صفحة الديتا شيت البطارية من نوع ريتار المعروضة أمامكم ما يلي: جهد الخلية الواحدة في البطارية هو 2، ولأن البطارية مكونة من 6 خلايا فهذا يعني أن جهد البطارية هو 12 فولت. أما سعة البطارية فهي 200 أمبير أور سي ريت 10 ساعات وبدرجة 25 مئوي. تيار التفريغ الأقصى لها 2000 أمبير خلال 5 ثواني. مدى درجات الحرارة التي تعمل بها البطارية بالنسبة للتفريغ راح يكون من ناقص 20 إلى 60 مئوي، وبالنسبة للشحن راح يكون من 0 إلى 50 مئوي، وبالنسبة للخزن راح يكون من ناقص 20 إلى 60 مئوي. أما درجة الحرارة اللي تعمل ضمنها البطارية بشكل طبيعي فهو 25 درجة مئوية زائد ناقص 5 درجات، أي من 20 إلى 30 درجة مئوية. الفلوتينج تشارجينج فولتج راح تكون من 13.6 إلى 13.8 فولت دي سي بدرجة حرارة 25 مئوي. أما تيار الشحن الأقصى الموصى به ريكومندد ماكسيموم تشارجينج كارنت ليميت فهيكون 60 أمبير. التفريغ الذاتي أقل من 3% شهريا في درجة حرارة 25 مئوي. من شركات البطاريات اللي زرت أجنحتها في معرض دبي أخيرا جناح شركة تروجان لصناعة البطاريات الديب سايكل. اخترت أن أعرض البطارية T105 من هذه السلسلة، وهي من نوع بطاريات الفلوتد ويت الحامضية، وهذه هي واجهة الديتا شيت الخاصة بهذه البطارية. وسأبتدئ بمواصفات المنتج Product Specification. بالنسبة للفقرة الأولى PCI Group Size أتركها إلى نهاية المحاضرة، وسأبتدئ بالكاباسيتي ريت. الخاصية الأولى من خصائص البطاريات هي سعة البطارية والتي توصف بوحدات أمبير أور. وقبل الخوض أكثر في هذا الجدول وما يضمنه من بيانات سأشرح ما تعني سعة البطارية. على الرغم من أني سبق وأن شرحت هذا الموضوع إلا أنه أجد من الضرورة إعادة شرحه لما له من أهمية. سبب أهمية هذا الموضوع لأن فكرة السي ريت هي إحدى المفاتيح الأساسية لفهم خصائص الديب سايكل. لو أننا أمام بطارية سعتها 1 أمبير أور فهذا يعني إنها نظريا وأؤكد هنا نظريا تستطيع تفريغ تيار كهربائي مقداره 1 أمبير لمدة ساعة كاملة. الآن لو كان الحمل المربوط يسحب 5 أمبير أو 5C فهذا يعني أن الحمل سيستنزف البطارية بحدود 12 دقيقة. أما إذا كان الحمل يسحب 2C بمعنى أنه يستنزف ضعف سي ريت للبطارية، فالبطارية راح تبقى تزود الحمل بالطاقة لمدة 30 دقيقة فقط. أما لو كان الحمل يسحب 0.5C بمعنى نصف سعة البطارية أو C over 2 أو C2 فالبطارية ستكون قادرة على تزويد الحمل بالتيار لمدة ساعتين. وهكذا لو كان الحمل المربوط يسحب 5% C أو C20 فهذا يعني أن البطارية قادرة على تزويد الحمل بالطاقة لمدة 20 ساعة. طبعا هذا على المستوى النظري، وهذا الشكل يوضح الفكرة السابقة. مثلا الواحد سي اللي تشوفوه أمامكم الخط الأول في أقصى اليسار اللي ظاهر في الشكل يعني أن التفريغ سيحصل في ساعة واحدة، وطبعا لأنه تفريغ سريع فسيكون الحرارة الفولتية سريعة أيضا. أما لو كان الحمل يسحب 28% من سعة البطارية المخزونة فهذا يعني
أن البطارية تستطيع تزويد الحمل بتيار كهربائي لمدة 3 ساعات، وطبعا سيكون انحدار جهد البطارية في هذه الحالة أفضل من الحالة الأولى. ولو كان الحمل 0.2C بمعنى أن البطارية تزود الحمل بالتيار لمدة 5 ساعات، فطبعا هنا راح يكون انحدار البطارية أفضل من الحالتين أو 3 السابق. أعتقد الآن أصبحت الفكرة واضحة. فسعة البطارية بشكل أساسي تختلف بحسب سرعة التفريغ التي تخضع لها البطارية. السعة الأساسية للبطارية في هذه الحالة هي 250 أمبير أور، ولكن هذه الساعة نحصل عليها لو كانت تسير 100 ساعة. أما لو أردنا أن نفرغ البطارية بشكل أسرع أو نشحنها بشكل أسرع من ذلك، فسنحصل على عدة ساعات أقل من هذه الساعة. فمثلا لو قمنا بسحب التيار من البطارية خلال ساعتين، فستكون سعة البطارية 146 أمبير أور. ولو سحبناها في 5 ساعات، فستكون سعة البطارية 158 أمبير أور. ولو سحبناها في 20 ساعة، فستكون سعة البطارية 225 أمبير أور. ولو سحبناها في 72 ساعة، راح تكون سعة البطارية 245 أمبير أور. يرينا هذا الجدول المسألة في غاية الأهمية، لأن عدد الساعات التي يتوقع أن تجهز البطارية لحمال في المنظومة المعزولة عن الشبكة يعتمد بشكل أساسي على هذه الكمية. فمثلا لو جرى التصميم على أساس أن السيريت هي 250 أمبير أور، وكان الشحن أو التفريغ بسرعة ساعتين، ما سنحصل عليه فعلا هو 146 أمبير أور، وهذا يعادل 58% من السعة التصميمية المطلوبة. طبعا هذا سيخيب آمال مستخدمي هذه المنظومة، لأنه من الناحية العملية المنظومة ما راح تقدر تشتغل سوى تقريبا 60% 58% من الوقت اللي كان متوقع أنه تشتغل خلاله، وهذا ما سيؤدي بالتالي إلى فشل المنظومة على الرغم من كل النفقات التي تم صرفها عليها. الآن لو أخذنا تيب سايكل من شركة سنشري، هو C12 ببولتية 12 فولت وسعة 120 أمبير أور، هذا الشكل يراويني Discharge Characteristic Curve لهذه البطارية. بشكل عام نرى في مختلف الديتا شيت للبطاريات أشكال مشابهة ومقاربة لهذا الشكل المعروض أمامكم. المحور الصادي الواي أكسس يعبر عن فولتية البطارية، وهنا لدينا 3 بطاريات 12 و6 و4 فولت، بينما يعبر المحور السيني الأكس أكسس عن الزمن بوحدات الدقائق والساعات. فإذا سحب الحمل 3 أضعاف قيمة سي اللي تشوفوها أمامكم، فطبعا سيكون الوقت الكلي بالدقائق. أما إذا وصلنا إلى حالة 5% سي اللي معناته أنه سي 20 أو سي 20، فسيكون الوقت بالساعات وسيبلغ 20 ساعة. وطبعا هنا التدهور بالفولتية حيكون أفضل ما يمكن نسبة إلى الشحن أو السحب السريع. كذلك من المعلومات اللي نشوفها بالديتا شيت الخاصة بالبطاريات هي Charging Instruction، تعليمات الشحن. واحدة من أهم تعليمات الشحن هو Charger Voltage Setting، ما هي الإعدادات التي نضع المنظم الشحن عليه. بالنسبة لهذه البطارية اللي عرضت لكم إياها، تكون Absorption Charge 2.35 إلى 2.45 فولت لكل خلية، بينما تكون Float Charge 2.2 فولت للخلية، والإكوالايز تشارج 2.58 للخلية. في نوع آخر من البطاريات موديل L16REA اللي سعتها 325 أمبير أور at C20، نرى قيمة الشحن بشكل أفضل، لأنها هنا أدخلت قيمة البلك. فمثلا لبطاريات الـ 12 فولت نشوف البلك تشارج هو 14.82 فولت، والفلوت تشارج هو 13.5 فولت، والإكوالايز تشارج 16.2 فولت. وهذا الجدول يعطيني مو بس قيم الـ 12 فولت، وإنما 6 فولت، 12 فولت، 24 فولت، 36 فولت، و48 فولت. كذلك تعطي الكثير من الديتا شيت الـ State of Charge للبطارية. يوضح هذا الجدول قيمة الـ Percentage Charge والفولتج لبطارية جهدها 6 فولت. ففي حالة أن تكون البطارية ممتلئة تماما والشحن عندي 100%، فراح يكون فولتية الخلية الواحدة 2.122 فولت، بينما يكون جهد البطارية الكلي 6.37.
فإذا نزلت الـ state of charge إلى 60% راح تكون فولتية الخلية نفسها 42 بالألف فولت، بينما يكون فولتية البطارية 6.12. وإذا نزلت إلى حدود الـ 30% راح تكون فولتية الخلية 1.969 وفولتية البطارية كلها 5.91. وطبعا إذا كانت الـ state of charge 10% راح تكون عندي فولتية الخلية 1.918 وفولتية البطارية هي 5.75. والحقيقة هذا جدول مهم، إذ على أساسه يتم تحديد الـ depth of discharge أو DOD، وسيتم برمجة منظم الشحن والإنفرتر على أساسه. تزود شركة فيكتورون إنرجي الداتا شيت الخاص ببطارياتها بشكل مراحل الشحن الثلاث، حيث يرينا هذا الشكل ثلاث مراحل من مراحل الشحن لهذه البطارية اللي جهدها 12 فولت. الخط الأزرق يراويني التيار، بينما يراويني الخط الأحمر الفولتية، وقد سبق لي أن شرحت هذه المراحل الثلاثة في المحاضرة السابقة، لذلك ما راح أشرحها مرة ثانية. في حالة عدم السحب من البطارية يتحول مخطط الشحن الثلاثي السابق إلى ثنائي، ففي حالة الشحن سيتم شحنها حد الاكتمال، بعدها يتم تعويض النقص بالشحن المتقطع لحين اكتمال الشحن مرة ثانية. فمثل ما تشوفون هنا بالشكل، بعد أن اكتمل شحن البطارية وخزنتها، ففي مراحل الخزن راح يصير شحن للبطارية لغرض تعويض التفريغ الذاتي اللي يسبب لي نقص في كمية الطاقة المخزونة في البطارية. وهذا شكل آخر مهم يوضح لي الحاجة إلى إعادة الشحن عند خزن البطارية بدلالة درجات الحرارة اللي تم فيها الخزن. في حالة الخزن بدرجة صفر مئوي، فالبطارية تحتاج إلى شحن إضافي إذا كان مطلوب شحنها بنسبة state of charge 100%. طبعا هنا البطارية تفقد 20% من سعتها بعد 24 شهر من تاريخ خزنها. في حالة خزن البطارية بدرجة حرارة 10 مئوي، يتم انخفاض سعة البطارية إلى حدود 60%، وهنا يجب إعادة الشحن في حالة الخزن بدرجة 10 مئوي، تنخفض سعة البطارية إلى 60% خلال 24 شهر. وطبعا هنا في هاي المرحلة إعادة الشحن يكون ضروري لتعويض النقص اللي حدث في سعة البطارية. أما في حالة الخزن بدرجات حرارة أعلى مثلا 30 مئوي، فنشوف هنا البطارية فقدت 60% من سعتها لتبلغ السعة النهائية 40%، وفي هذه المرحلة وأقل منها يكون الشحن ضروري لتعويض النقص الكبير الحاصل في سعة البطارية المفقودة. وكذلك لو خزناها بدرجة حرارة 40 مئوي، فنشوف هنا أنه البطارية فقدت 60% من سعتها خلال 8 أشهر فقط، فالبطارية استنزفت بشكل كبير، وعلينا تعويض هذا الاستنزاف بإعادة الشحن مرة أخرى. وهذا شكل آخر لبطارية من نوع LBC12200، ونرى أنه في درجة حرارة 10 مئوي تنخفض الشحن إلى 80%، وهذه البطارية لا تحتاج إلى شحن في هذه المرحلة، ولكن لو كان المطلوب 100% فطبعا راح نعوض الفقدان الصغير بالسعة. في درجة حرارة 25 مئوي تنخفض سعة البطارية إلى حوالي 65% خلال فترة 12 شهر، وهنا يجب أنه نعيد شحن البطارية. أما في درجة حرارة 30 مئوي تصل البطارية لحدود 50% في 10 أشهر، وهنا أيضا لابد من شحن البطارية لتعويض النقص. أما في درجة حرارة 40 مئوي فتنخفض الشحن إلى أقل من 50% لحدود 50% إلى 6 أشهر، وطبعا هنا الشحن أساسي لتعويض كل هذا النقص. يرينا هذا الجدول خاصية إضافية تعرضها الديتا شيت لبطارية أخرى. هنا نرى الفترة التي يمكن خزن البطارية فيها في ظل ظروف حرارة مختلفة، ففي درجة حرارة 0 إلى 20 مئوي نستطيع خزن البطارية لمدة سنة، بينما لو كان درجة حرارة بين 21 و 30 نستطيع خزن البطارية لمدة 9 أشهر. أما إذا كانت درجة الحرارة بين 31 إلى 40 مئوي فيمكن خزنها فقط لخمسة أشهر. أما لو ارتفعت درجة الحرارة أكثر من هذا بين 41 و 50 درجة مئوية
في الحقيقة أنه ما نقدر نخزن البطارية أكثر من شهرين ونص. أيضا الديتا شيت للبطاريات تعرض لنا خاصية مهمة، هي عدد دورات الشحن والتفريغ مع كمية الشحن المخزونة في البطارية، وهذا الشكل يوضح التيبيكال سايكل لايف ان ستيشنري ابليكيشن. نرى ان هذه البطارية اذا استخدمناها بدي او دي بنسبة 20% سيكون عمرها 3000 دورة، حوالي 9 سنوات او اكثر بقليل، بينما اذا كانت 50% فسيكون امامنا بحدود 1200 دورة تفريغ وشحن، وفي عمق تفريغ 100% امامنا فقط اقل من 600 دورة. يريني هذا الشكل علاقة سعة البطارية مع درجات الحرارة. في درجات حرارة بحدود 25 مئوي تكون سعة البطارية 100% وهي درجة حرارة المثلى لتشغيل البطاريات. مع زيادة درجة الحرارة تزداد سعة البطارية، فهذا ليس ربحا وإنما خسارة. كذلك مع زيادة درجة الحرارة يزداد التفريغ الذاتي للبطارية، بينما يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تقليل سعة البطارية وكذلك تقليل التفريغ الذاتي. لذلك في البرودة هي ظروف الأنسب لخزن البطارية. نأتي الآن إلى فقرة التيرمينال تايب. هنا في هذا النوع من البطاريات التيرمينال تايب معطى كخيار وحيد أو خيار واحد، بينما في أنواع أخرى من البطاريات ممكن تجي البطاريات بعدة خيارات من التيرمينال تايب. ما معنى التيرمينال تايب؟ الآن علي نشرح المقصود بالتيرمينال تايب. التيرمينال هو تعبير عن قطب البطارية اللي سيتم ربط الكيبلات به كما في هذه الصور. شوفوا أمامكم هذا قطب البطارية اللي راح أربط به الكيبل ومن خلاله أنقل الطاقة الكهربائية المخزونة. هنا الكيبل فعلا مربوط مع التيرمينال، وهنا أيضا مربوط القطب السالب مع الموجب، هنا القطب السالب وهنا القطب الموجب، فالقطبين موصلات بكيبلات، هنا القطب السالب وهناك القطب الموجب. في بطارية السيارة التيرمينال بسيط ونوع واحد وهو معروف للجميع، لكن في بطاريات الديب سايكل هناك خيارات كثيرة ومتعددة. يعرض هذا الشكل لأنواع من هذه الخيارات، وهي في العادة تسمى بأرقام أو حروف مختصرات، ويمكن أن تكون هذه التيرمينال أحادية، ويمكن أن تكون كذلك ثنائية كما في حالة التيرمينال تايب رقم 10 أو DW NT. يوضح هذا الشكل أنواع التيرمينالز البطاريات نوع AGM من توجران، وهذا لتيرمينالز البطاريات الفلودد. بعض الشركات تعطي إضافة إلى شكل التيرمينال خيارات الفنتيليشن كاب المتاحة مع البطارية. موضوع اختيار التيرمينال تايب المناسب أمر مهم، لأن في الكثير من الحالات هناك حدود على الفضاء المتاح لنصب المنظومة وبطارياتها، لذلك لابد من اختيار التيرمينال الذي يتوافق مع خيارات الربط المتاحة وطريقة ربط الكيبلات الأنسب للمنظومة. الآن نعود لأمر تركته في بداية المحاضرة هو الـ PCI Group Size. ما المقصود بالـ PCI Group Size؟ الـ PCI هو ستاندر صناعي خاص بالبطاريات، وهو يضم المعلومات الأساسية التالية: اختبارات الفحص المعيارية للبطارية، أبعاد البطارية، حجم البطاريات، حجم البطارية طبعا لسعة محددة من سعات البطاريات المتاحة للشركة المصنعة. وهناك بعض الخيارات لنفس الـ PCI، فيمكن أن نرى عدة بطاريات بنفس قيم الـ PCI. في الإنترنت هناك جداول مختصرة أو تفصيلية لقيم الـ PCI، والـ PCI ممكن يكون من رقم فقط، وممكن يكون من رقم وحروف، وممكن يكون من حروف. مثلا في الجدول على الجهة اليسار نشوف هذا الجدول كله مخصص لقيم الـ PCI بدءا من 21 وانتهاءً بالجزء الأعلى من الجدول على في الجهة اليمنى من الشاشة اللي تنتهي برقم 89R. والـ PCI لهذه المجموعة يخص سيارات نقل الركاب واللايت كوميرشال باتريز بسعة بجهد 12 فولت 6 خلايا. بينما لو تشوفون بالجزء الثاني من الجدول في الجهة اليمنى من اللي يبتدي برقم 1 وينتهي ب 17 HF، هذا مخصص للباسنجر كار أيضا واللايت كوميرشال باتريز، ولكن بجهد 6 فولت.
أي ثلاثة خلايا فقط. والجزء الثالث اللي يبتدئ بالفور دي وينتهي بالواحد وثلاثين مخصص للهيفي ديوتي كوميرشال باتريز، البطاريات اللي تستخدم للأحمال الصناعية الثقيلة، وهي أيضا من جهد 12 فولت و6 سيل. وأخيرا في نهاية الجدول نشوف النوعين GC2 وGC2H، هذا مخصص للسيارات الكهربائية فقط. وهناك بعض الشركات تنشر جداول خاصة ببطارياتها بقيم الـ PCI المختلفة لها، مثلا هنا بطارية 12 فولت بقيم PCI في أقصى يسار الجدول مختلفة لها. بالرغم أن جميع البطاريات المعروضة في هذا الجدول هي بفولتية 12 فولت، إلا أنها مختلفة بسعاتها وأيضا مختلفة بأبعادها. لذلك يجب على منفذي المنظومات الشمسية عدم الاكتفاء عند اختيارهم البطاريات بفولتية البطارية، ولكن معرفة قيم الـ PCI إلها، لأنه الـ PCI يرتبط أبعاد البطارية وسعاته. فمثلا لو كان لدينا بضعة آلاف من البطاريات نحتاجها في مشروع، فهنا قضية الأبعاد قضية كلش حساسة، لأنه تراكم اختلاف الأبعاد يؤدي لي إلى حجوم كبيرة قد أستطيع توفيرها لو أنني اختاريت الأبعاد المناسبة إلي، وكذلك بالسعات. أخيرا تعرض الداتا شيت لمخطط عام للبطارية من ثلاث زوايا نظر، من الأعلى ومن الجانبين، مع وضع قيم الأبعاد العامة للبطارية على هذه المخططات. إذا عجبتكم المحاضرة وشعرتم أنها مفيدة، اضغط على علامة الإعجاب اللي تظهر أسفل شاشة الفيديو، وللإشتراك المجاني في قناتي على يوتيوب اضغط على اللوجو اللي تشوفوه في أسفل يمين الفيديو المعروض أمامكم. أي سؤال أو استفسار أنا حاضر أجاوبكم عليه على صفحتي في الفيسبوك المعروضة أمامكم. شكرا لكم وأتمنى لكم يوم سعيد.